العاصمة التايلاندية بانكونغ مدينة الملائكة، هكذا يطلق عليها. موقعها الاستراتيجي جعلها تتبوأ مركزاً مهماً من بين مدن جنوب شرق آسيا، نظراً لما تتميز به اقتصادياً من نمو سريع. يستقطب جمالها حوالي 10 ملايين سائح سنوياً. جولة غيرت الأقدار مجراها ليتحول المسار باتجاه مطعم صغير بإحدى ضواحيها، فلا حديث منذ وصولنا سوى عن العم حسن. هم مجموعة من الجالية الليبية تقطن هذا المكان، وكان مطعم العم حسن الجامع بينهم، ففيه يلتقون ويتجاذبون أطراف الحديث. شخص يساعد في هالبشباب اللي بيين هنا يمهلب النواحي، لأن هنا طبعا صعبة تايلند، مش أي حد يجي ويقدر يخدم ولا يقدر يوصل لأي حاجة فيها، اللي ضروري حل ما حد يوريه. والأخ حسين حق كان مكفي ووفي جميع النواحي. كل يوم نجوع لخاطر، هنا نلقف كلنا، نلقف كسكسي، نلقف مكرونة، نلقف رز، نلقف هلبة حاجات. طولينا قريب بتاع أكثر من أسبوع نلقف شيء، نلقف كبدة. ننفجأنا إنه هو بدأ الراجل المرض وما فيش اهتمام. لكن العم حسن غادرهم باتجاه ليبيا، تاركا زوجته التايلاندية الأصل تدير المطعم. حسن عنده واكة مرضية تروما، موجود في ليبيا من 5 أشهر، يحاول إنه هو يتم إجراءاته عشان يلتحق باللجان العلاجية خارج ليبيا، ولكن إلى الآن غياب 5 أشهر بدون أي نتيجة. العم حسن مواطن ليبي، هاجر إلى تايلاند وأسس أسرة هناك وفتح مطعما خاصا يقتات منه هو وعائلته. كان نعم الأب والصاحب والخليل، طيبة قلبه وعطفه جعلتاه محبوبا بين الجميع. لكن المرض دفعه للعودة إلى ليبيا من أجل التداوي، ليترك وراءه ذاكرة راسخة في قلوبهم وعقولهم. قبل كان موفر لنا كل شيء، وكان نحن بالتليفونات نخدمه وبالأخوية، فلقطة نحن نحس فيها في روحنا قاعدين في ليبيا ماكلتنا، لما نتلاقوا ونهدف عليه فهمنا نحن يعني نكون بنوقفه معه ونوقفه، يقضي وقفة جدية مش غير كيكي كي خلاص كلام. بداية نشكر قناة وطنية على الاهتمام اللي يكون أحسن، وزي ما تشبع فيها قبل يكون حسين النوع على العصبة للدنيا وتوى ناكل في الكبدة بسة. لا شيء يحلو دونه، فالمطعم بات فارغا في غيابه وأن كثر عدد زمائنه. حاليا هو موجود في مدينة بنغازي للتداوي من مرض عضال أصابه منذ تايلاند. هو ما يقدرش يعالج، نفقات العلاج مرتفعة جدا، وباعتبار أنه هو موج تايلندي فما تطلع علاش نفقة على حساب حكومة. بالإضافة وهذه نقطة مهمة جدا، هي الليبيين حطوها بين قوسين، هو رفض ياخذ جنسية تايلندية واعتز بجنسيته الليبية حفاظا على هويته ووطنيته وانتماء ليبيا. الغربة هذه بس كان هو، لكن بروح ليبيا وصداقة ليبية وكلمة إنسانية، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتوصل هالرسالة لهالشعب، وأي طريقة يساعدوه كروح إنسانية كأي روح طيبة ليبية من إحنا طالع. فالعم حسن يعاني من سرطان الدم عفانا وعفاكم الله، ولا يملك من المال ما يستطيع به توفير علاجه. لما عرفنا أن أخ حسين اليوم مريض وموجود في مستشفى الأواري في بنغازي، ونتمنى من الجهات المسؤولة في الدولة والجهات المسؤولة في بنغازي في الصحة أن تهتم بالأخ حسين. توجه رسالة للمسؤولين في ليبيا أن يقدموا المساعدة لزوجة عشان يتمكن من علاج ويرجع لمرته وصغاره ورزقه هنا يوقف عليه هو. شكرا ليبيا وطنية، تيوي بوكم صباح ليبيا. عاد لبلاده علّه يجد من يساعده في محنته، لكن لا أحد يستجيب.